أكثر من 25 فنانا فكاهيا بمناسبة ذكرى رحيل الفنان عزيز دكة بعين بنيان، حيث نشط الفنانون عروضا فكاهية وفنية، كما كان الموعد فرصة للقاء بعد أن غابت الأعمال الفنية التي تجمعهم. الفنانون إذن أحبوا اللقاء كونه يخلد لقامة فنية جزائرية كبيرة. ميكروفون كان لسامية مازونز. صافي بليزير اللي لمنا عزيز دكة الله يرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه القبر ان شاء الله يا ربي. وش نقولوا ان شاء الله، احنا نتمنوا احنا لي زارتيست الامنيه تاعنا، كل واحد عنده امنيه، ما يلموناش غير هاد ليفينمون باغ اكزومبل اوماج، ولا احنا ماذا بينا يكونوا كاينين نشاطات ويكونوا تكون احسن من هكا. حالي يغيب كاع يغيبوا، ولكن الفنان ما يغيبش، ما راهو حاضر 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 وحاضر هنا في القلوب، وراه شوفوا واش دارنا، راهو كيما تقول راهو غايب ولمنا، وراه غايب ولمنا. لمنا نصر الدين دقة الاخ تاع المرحوم تاع عزيز الله يرحمه، هو اللي لمنا ودارنا هذه المبادره. نشكره بزاف بزاف، اولا وقبل كل شيء، قبل ما تكون امر خدمه كانت امر العائله اللي كنا نستناو فيها 20 سنه ما تلاقيناش بيناتنا. ماما مسعوده عندي قريب 20 سنه ما شفتوش، قويدر عندي قريب 20 سنوات السوداء. الفوكا ما داتش كاع حقها، راحوا لي غران اوغوزمون رفدنا شويه عليهم، امثال المرحوم اللي جينا على جاله اليوم عزيز دكا. موا جي ابخي بوكو شوز افيك لي، والحمد لله اليوم رانا تلاقيناها وميت ولمنا كاع، والحمد لله. نشكركم بزاف ونشكر النهار اللي راهي ديما معانا وديما ديما تتعاون الفنان وتهدر مع الفنان. هذا الحفل هذا هو تكريم للفنان المرحوم عزيز دكا اللي توفى 12 ابريل 2019 في هذه البلديه. ابا رئيس البلديه بالتنسيق مع مجلس الشعبي البلدي نظمنا هذا الحفل، واستدركنا 25 فنان في كل حفل.